طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام، تحية طيبة أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في برنامج مستقبل وطن. هذا البرنامج الذي نلتقي من خلاله نسلط الضوء على مستجدات الأحداث ونناقش القضايا الإنسانية والسياسية والمجتمعية في خطوة جديدة تؤكد عنصرية الميليشيات الحوثية وتفتح لهم بابا جديدا لسرقة أموال المواطنين ونهبها. أقرت وشكلت الميليشيات الحوثية مسمى جديدا وأقرت قانونا بعرفها جديد متعلق بما أسموه بالخمس. هذا الخمس الذي يمكنهم من خلاله أن يأخذوا خمس أموال الشعب ويذهبون به إلى جيوب أسرة معينة وسلالة معينة. كان هذا القرار قد لاقى صدى واستنكارا كبيرين داخليا، وهناك أيضا منظمات استنكرت مثل هذا القرار العنصري خارجيا في إطار حملة أيضا مضادة لهذا القرار وداعية إلى إسقاطه وأيضا إسقاط الميليشيات الحوثية معه، كونه ينهب زورا وبهتانا وباسم الدين أموال المواطنين ليذهب بها إلى جيوب العنصريين. اليوم مشاهدينا الكرام نسلط الضوء على هذا الموضوع، الخمس عنصرية حوثية ووسيلة جديدة لسرقة أموال المواطنين. سنتحدث عن هذا الموضوع متسائلين عن هذا أو السبب الذي جعلت ميليشيات الحوثية تسن مثل هذا القانون اللي تسرق من خلاله أموال الشعب، والخلفية التي بنت عليها مثل هذه الأفكار والقوانين والمعتقدات، وكيف أسقط العلماء والمفكرون والقوانين والشرع حتى مثل هذه الأفكار التي تحاول أن تتلبس بها هذه الميليشيات باسم الدين. سيكون معي مجموعة من رجال الفكر والدين في حلقة اليوم، وفي مقدمتهم الباحث والسياسي الأستاذ زايد جابر وكيل وزارة الثقافة. أستاذ زايد، أسعد الله مساك وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم، تحية طيبة لك أستاذ زايد. وحتى يكون تقرير برنامجنا جاهزا، دعنا نشرع مباشرة بالحديث حول هذا الموضوع، موضوع الخمس. طبعا الكثير من اليمنيين كانوا يسمعون عن الخمس وأن الميليشيات أو الجماعات الطائفية تريد أن تفرض عليهم مثل هذه القرارات التي تسرق من أموالهم 20%، لكن لم يتصوروا أن يحدث بهذه السرعة. فما تعليقك على هذا القانون الذي شرعته الميليشيات الحوثية وشرعته لنفسها؟ الحقيقة بالنسبة لي الأمر ليس مفاجئا، يعني ما سعت إليه وما قامت يعني به هذه الحركة منذ أن بدأت كدعوة ثم جماعة مسلحة ثم بدأت بإسقاط يعني المدن وصولا إلى إسقاط الدولة، هي كانت يعني تسعى لمثل هذا. هذه هي النتيجة المتوقعة والطبيعية لما سعت إليه، والجديد فقط أنها تسعى لشرعنة يعني ما قامت به قانونا، يعني مع أنها هي تمارسه عمليا أصلا منذ أن بدأت سيطرتها وفي المناطق التي سيطرت عليها وتأخذ ما هو أكثر من الخمس. الآن بهذا القانون تشرع ليس فقط لأخذ أموال الناس، وإنما لترسيخ التقسيم الطبقي في المجتمع. هذه أول جماعة وأول قانون ربما في المنطقة العربية والإسلامية والعالم بكله في هذا العصر في القرن 21 أن تأتي جماعة تقسم المجتمع بحسب العرق، يعني وأن تجعل من جماعة ومن يعني عرقية معينة لها الحق بثروات البلد. ما حدث وما قدم وما قرته من لائحة وما سمته مشروع قانون هو فقط يعكس هذه الصورة، ونحن نريد للعالم فقط أن يتعرف إلى هذه الجماعة التي انخدع بها كثيرا والتي خدعوا الناس أنهم إنما كانوا يبحثون عن مظالم. هم الآن هذه هي المظلمة التي كانوا يسعون لرفعها عن الناس، وهي أن يظلوا الناس عبيدا لهم، أن يجعلوا ثروات المجتمع حقا شرعيا لهم بالقانون. لا يوجد قانون يقول بني فلان، هذه يعني بنص القانون الآن يتحدث عن خمس الثروات النفطية
ويعني ما السمكية ويعني حتى مجرد يعني الكري والنيس كما جاء في 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 قانونهم والعسل وكل ما يمتلكه المواطن كفرد أو ما تستخرجه الدولة يخرج الخمس لهم أو بل 6 أصناف وجعلوا سهما لمن أسموه ولي الأمر مع أنه بالقانون اليمني كما زعموا أنه لائحة لقانون لا يوجد مسمى باسم ولي الأمر وهم يقصدون بذلك عبد الملك الحوثي هذا له سهما يتصرف به كيفما شاء ويتصرف ببقية البنود أيضا إضافة إلى تصرفهم بقضايا الزكاة وموارد الدولة الأخرى ثم جعلوا سهما لمسمى آل بني هاشم هكذا بالاسم ثم جعلوا حتى بقية البنود الفقراء والمساكين أدخلوا فيها أيضا بني هاشم بهذا المسمى كأنهم يقولون على المجتمع اليمني أن يسلم ثروته 20% من كل مكاسبه من ثرواته تحت الأرض يسلمها لبني هاشم كحق واستحقاق إلهي وهذه يعني بجاحة ما كان أحد يعني من الذين كانوا يحسنون ظنا أو يظنون أن هناك بقية ذكاء ممكن أن يقوموا بها هؤلاء دون أن يتورطوا بمحاولة شرعنة الأمر قانونيا وكأنه حق شرعي نعم. وقانوني وكأنهم السعادون يعني كثيرا هم الذين وصفوا بأن هذا أو مثل هذه الخطوة عنصرية في حد ذاتها وتؤكد على عنصرية الحوثي ومن ينتمون إليه لماذا وما دلائل هذه العنصرية أو كيف تقرأ أنت العنصرية من ضوء ما شرعوا عندما نتكلم نستحي أحيانا أن نقول يعني هؤلاء الهاشميين يعني لأنه نعتبر الجميع يمنيين إلا من أبى من رفض أن يكون يمنيا هؤلاء هم من يرفضون أن يكونوا يمنيين كانوا يقولون في كتبهم وفي يعني منشوراتهم ومقالاتهم ومقابلاتهم التلفزيونية وكبار علمائهم من المحطوري إلى مجد الدين المؤيدي إلى بدر الدين الحوثي إلى إبراهيم بن محمد الوزير إلى سيد الوزير إلى يقرأ كل ما كتبوا خلال الفترة الماضية وهم يتحدثون عن ثنائية نحن واليمنيين هم من يرفضون الاندماج بهذا المجتمع ثم جاءوا بهذا القانون ليتحدثوا عن الهاشميين واليمنيين على بقية اليمنيين أن يدفعوا لهم وعلى يعني الهاشميين أن يأخذوا كاستحقاق لبني هاشم هكذا يقولون بالنص وهذه فضيحة أخلاقية وفضيحة عصرية وفضيحة دينية وفضيحة وطنية بكل المقاييس لكنهم يحاولون أن يتستروا باسم الدين وما إلى ذلك وأصبح الأمر مكشوفا ونحن نقول هذه يعني هذه العنصرية والفجة التي حتى بيت حميد الدين على سوءهم لم يجرؤوا أن يقولوا سلموا 5 ثروات لبني هاشم ويفعلوها بقانون نعم كان الأئمة يسطون على منذ يحيى بن الحسين الرسي وهم يأخذون زكوات اليمن كلها ليتصرف بها الإمام رغم أنهم يزعمون من أجل ترسيخ عنصريتهم أن الزكاة محرمة على بني هاشم وكما رووا عن الهادي أنه قال أكل الميتة أهون ومع ذلك له فتاوى يقول أن يعني مصارف الزكاة موكول أمرها إلى ولي الأمر وأنها يعني عندما يكون هناك متمردين عليه لترسيخ الإمامة أو الجهاد كما يسمونه فإن مصارف الزكاة تتوقف ومن حق الإمام أو الساعي إلى الإمامة أن يستخدمها ويضيف إليها ليس فقط الخمس وإنما الثلث وما ينهبه من اليمنيين من أجل ما يسمونه المجهود الحربي وهكذا ظلوا طوال فترات تاريخهم حتى الزكاة التي فرضها الله بنص كتابه للفقراء والمساكين والمصارف المعروفة في بنص قرآني واضح سطوا عليها وأخذوها لهم ولأولادهم وبنوا بها القصور وأخذوا بها أموال الشعب ونبتت لحومهم وأجسامهم وأسرهم ومذاهبهم وكتبهم كلها من الزكاة لا أقول من غيرها لكنهم لم يعني يقولوا بها كأمر قانوني ويقولوا أن الحق لبني هاشم وكان الإمام غالبا يسيطر على الكل والمقربين منه هؤلاء وصلت بهم هذه البجاحة والأمر ليس جديدا حتى كبار علماءهم يعني كانوا يطالبون منذ التسعينات ويعتقدون أن ذلك دينا ويطالبون بالخمس من ثروات الشعب بأن تسلم لهم الآن جاءوا ليؤسسوا مؤسسة الزكاة التي يشرف عليها ما يسمونه القائد وهو مشرف على كل شيء وجاءوا يصدروا مثل هذا القانون ليقسم المجتمع وهنا الخطورة ليس فقط
أنه ينهبون المال فهم ينهبونه ويأخذونه من الكل، ولكن الخطورة هو محاولة تقسيم هذا الشعب على أساس عرقي. اليمنيون اندمجوا يعني، وثورة سبتمبر ونضالات اليمنيين من أجل المواطنة المتساوية، وكاد الناس أن ينسون هذه التقسيمات العنصرية. اليوم يجب أن يعني يسعى الناس في ظل دولة الحوثي، أصبح النسب هو معيار أخذ الحق من مال الشعب. وهناك فئة يجب أن يعني ليس من لا تشتغل ولا تعمل، وإنما تأخذ حقها، وعلى اليمنيين أن يعملوا ويكسبوا ويسلموا 20% مما كسبوا. 20% أستاذ زايد، 20% أستاذ زايد، العجيب يعني هكذا يقولون في قانونهم، 20% من الذهب والفضة والنحاس والماس والعقيق والزمرد والنفط والغاز والماء والملح والزئبق والأحجار الكريمة والكري والنيس والرخام وكل ما فيه قيمة، يعني كل من يعمل في هذه المجالات أو يستخرج من يأخذون 20% يعني إلى جيوبهم فقط، لأنهم يعني يسمون أنفسهم بني فلان أو ينتسبون بدعوة عرقية إلى فلان. طبعا سأستكمل معك هذه الفكرة، أصبح التقرير جاهزا سنتابعه ثم نكمل. شر البلية ما يضحك، والهراء الباعث على الضحك قد يغدو مأساة لا يجدي معها مجرد البكاء. هكذا يبدو واقع حال اليمنيين مع خرافة الحوثيين التي يسمونها الخمس، فما كان التحذير منه موضع تندر لدى البعض بالأمس تجعل منه الميليشيا واقعا يفوق التوقعات، عبر فصل ضمن ما سمته قانون الزكاة، قانون ينهب من اليمنيين خمس ما يستخرج من البر والبحر، ذهبا وفضة، نفطا وغاز، أحجارا ورملا وغيرها. واقع ميليشاوي لا مجال للذهاب بعيدا عن جحيمه نحو البحر واصطياد السمك، فالقانون الميليشاوي يفرض الخمس على السمك أيضا. العيش في غابة أو في قمم الجبال ليس حلا أيضا، فالقانون الحوثي يفرض الخمس حتى في العسل الذي يحصل عليه اليمني من الشجر أو الكهوف. اليمني الذي لم تجد الميليشيا أدنى حرج في إبلاغه بلغة قانون مزعوم أن الأموال المنهوبة منه سيبتلعها ثقب أسود، اختصرت الميليشيا تسميته بمصطلح واحد: بنو هاشم، مصطلح يقف حتى في السطور أمام اليتامى والمساكين وكذلك عابري السبيل، مصطلح يدرك اليمنيون أنه يجري استخدامه زورا لسرقة ثرواتهم، كما تستخدمه الميليشيا ذاتها لتؤكد أحقيتها بحكمهم والتحكم بهم. ومع الهدف السياسي والاقتصادي الميليشاوي يكمن بعد اجتماعي يشرحه البعض بالتساؤل المشروع عن جدوى قانون الخمس المزعوم إذا كانت الميليشيا واقعا تنهب الخمسة الأخماس. تساؤل ملخص إجابته لدى البعض: هوس إثبات التفوق السلالي المزعوم، هوس تحاول الميليشيا ترجمته عبر قانون يفرز المجتمع إلى يمنيين وبني هاشم، حيث اليمنيون مجرد شقات يكدون لتسعد السلالة، وتلك فرية يبوء بإثمها مع الحوثيين كل من يؤخر انتصار جمهورية المواطنة المتساوية لجميع اليمنيين. شكرا إذن للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير، وأجدد ترحيبي بضيفي عبر سكايب الأستاذ والباحث والمحلل السياسي زايد جابر وكيل وزارة الثقافة. كما يسعدني أن أرحب بمعالي وزير الأوقاف والإرشاد القاضي الدكتور أحمد زبين عطية. مرحبا معالي الوزير، استكمالا لما كنا قد شرعناه في الحديث معه مع ضيفنا الأستاذ زايد جابر فيما يتعلق بما تريد الميليشيات الحوثية أن تنهبه وتأخذ منه 20%، هذا مما خرج من باطن الأرض، أما من البحر فشملت السمك واللؤلؤ والعنبر وما يعني والعسل يعني الغنم من الشجر والكهو، يعني كل شيء تريد أن تأخذ الخمس منه، عنصرية ونهب للأموال. ما النظرة الشرعية لما تقوم به هذه الميليشيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، هذا الموضوع ليس جديدا يثار ويطرح هذه الأيام، الجديد أنه اليوم يقنن
أما طرحه فقد طرح في مؤتمر الحوار الوطني، وعرضت هذه القضية برمتها في فريق بناء الدولة الذي كان أحد الفرق التسع في مؤتمر الحوار، وقد وقفنا في حينها مع كثير من أحرار اليمن موقفا قويا في رفض هذا المشروع، هو مشروع الخمس أو ما يسمى بخمس الخمس للقربة وإدخاله في وثيقة الحوار الوطني الشامل، لأننا في بلد ديمقراطي أولا وبلد نظامه جمهوري ثانيا، وقبل ذلك كله هذا الأمر لا تتقبله الشريعة الإسلامية ولا الفطرة الإنسانية، وهو يعمق هوة الخلاف ويمزق النسيج الاجتماعي بين أبناء الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه. اليمنيون هم جزء من العالم أجمع، لا يوجد فرق بين البشر قاطبة، لا أسود ولا أبيض ولا عربي ولا عجمي ولا أمريكي ولا يمني ولا فرنسي ولا صومالي ولا إثيوبي ولا غيره إلا بالتقوى والعمل الصالح. أي ميزان غير هذا الميزان فهو باطل وساقط ولا قيمة له شرعا وليس له اعتبار عند الله عز وجل. ولو كان هناك اعتبار لهذه التفرقة العنصرية وإعطاء المزايا التي نسمع عنها اليوم لزيد أو عمر من الناس لما كان عمر يقول سيدنا بلال وهو رجل أسود حبشي، ولما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول سيدنا عمار وسيدنا صهيب، ولما وجدت هذه الألفة بين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم عرفوا الإسلام على حقيقته ولم يستخدموا الإسلام لإضفاء الصورة للكهنوت البشع الذي اليوم يتجلى في صورة الحوثيين. نحن اليوم أمام قانون، هذا القانون فيه نوع من الفرز العنصري والفرز الطائفي والفرز المذهبي الذي تأباه الفطرة السليمة والنصوص الشرعية الواضحة. إذا جينا نناقش هذا الموضوع من ناحية عقلية، دع عنك النصوص حتى لا ندخل في جدل فقهي، إذا جينا نناقشه من ناحية عقلية، لو كان هناك من مضامين دين الإسلام ورسالة محمد ما يعطي الأقارب مزايا على غير البقية كان الأولى بالإسلام أبو جهل وأبو لهب، لأن هذا الدين في صالحهم، فلماذا تركوا الإسلام وكانوا أشد كفرا وعداوة لمحمد ورسالته؟ وكانت الطبقة الأخرى التي ينظر لها بأنها طبقة مضطهدة وأنهم عبيد وأنهم يعني أخدام ولا قيمة لهم في المجتمع ويعتبروا من الطبقة المسحوقة أمام أبو جهل وأبو لهب، هم أول من سارع إلى الإسلام. لم تسارع هذه الطبقة الإسلام إلا لأنها تعلم أن هذه الشريعة جاءت بالعدل والمساواة وتأبى التمييز العنصري والتفريق الطائفي على الإطلاق. وكان أشد العداوة للنبي أقاربه أعمامه أبو جهل وأبو لهب، وأشد الناس قربا منه هم هؤلاء المستضعفين والمساكين. هذا جانب. الجانب الآخر أن هذا ما يتعلق بموضوع الخمس، لا أعتقد أن أحد حتى من العلماء المحسوبين على السنة اليوم، مش على الشيعة، لا أعتقد في عالم يستطيع أن يتجرأ اليوم بعد ما عمل الحوثي ما عمل أن يناقش موضوع الخمس، لأن موضوع الخمس الذي ذكر في القرآن واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، هذه في الغنائم في أموال الكفار، وهذا السبب منعدم تماما في هذا العصر. ليس معنا غزوات ولا معنا حروب نقيمها مع كفار ونأخذ منهم سبايا وغنائم على أساس نخرج منها الخمس لله ورسوله. وأيضا بيت المال لا بد أن يكون منتظم، وهو غير منتظم على الإطلاق. ما في عندنا الآن خليفة للمسلمين يتولى على الأرض كلها، نحن عندنا دول وهذه الدول لها رؤساء ولها حكومات ولها دساتير، فهذا الأمر منعدم تماما. هؤلاء يريدون الخمس
يطبقون على بلد عربي مسلم وشعب يمني مسلم من أقصاه إلى أقصاه. تطبيق الخمس معناه تكفير الشعب اليمني، لأنك تجعل كل أموال اليمنيين غنيمة، وهذه الغنيمة قلنا لا تؤخذ على افتراض تطبيق هذا المبدأ والآية، لا تؤخذ إلا من غنائم الكفار. فهل الشعب اليمني كافر؟ هذا ما يقوله الحوثي فعلا في هذا القانون، وإن لم يتكلم به يعني قولا لكنه يطبقه فعلا بهذا القانون. الأمر الذي بعده أنهم عندما يتكلموا على موضوع الخمس ويقولوا هو للقربى، من هم هؤلاء القربى؟ يا أخي أنا لم أجد في الميراث على أن واحد يرث جده الأربعين إلا عند الحوثيين، الواحد يرث من أبيه، وإذا ارتفعت يعني نسبة الإرث تصل للجد الأول، إذا الأب منعدم ترث من جدك، لكنك لا ترث من جد جدك. هؤلاء يريدوا أن يأتوا لنا بميراث من أربعين جد، كلام غير سليم. نحن لا نحمل عداوة لقبيلة اسمها بنو هاشم على الإطلاق. بنو هاشم قبيلة من قبائل العرب مثلها مثل الحاشدي والبكيلي والعولقي والحارثي والمصعبي ومثل العنسي، قبائل عربية يمنية معروفة. لكن أن يدعي أن له مزية وأن له خصرة أكثر مني، لا، هو قبيلة من القبائل اسمها بنو هاشم، مثل ما بنو مخزوم، مثل ما بنو مناف، مثل ما كانت القبائل نظيراتها في العهد الجاهلي. لا يوجد عندنا أي حقد أو بغضاء على هذه القبيلة، إلا من ادعى لنفسه ميزة أو خصوصية أو قال أنا أفضلكم، أو قال أنه يدعي نسبته للنبي. لأننا نختلف نحن وإياهم تماما على مصطلح آل البيت. أنا قناعتي الشخصية أن آل البيت ليست قرابة النبي لا من قريب ولا من بعيد. آل النبي كلنا، أتباعه مليار ونص مليار من المسلمين هم آل محمد. آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجمي والسوداني والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. ولهذا نحن هذا القانون اليوم يجب أن نقف ضده وأن نرفضه جملة وتفصيلا، ونطالب كل العلماء وابتداء هيئة علماء اليمن وجمعية علماء اليمن ورابطة علماء اليمن أن ترفض هذا القانون الذي فيه من التمزيق اليمنيين وفيه من الفرز العنصري والمذهبي والطائفي ما يزيد التمزق فوق الذي موجود مع هذه الحرب. نعم فعلا عنصرية ووسيلة جديدة لسرقة أموال المواطنين بدعاوى يعني غير صحيحة. معالي وزير الأوقاف والإرشاد القاضي الدكتور أحمد زبين عطية، شاركتنا هذا الحوار في هذه الرسائل التي وجهتها بهذه الدقائق القصيرة. لعلنا نلتقي سويا وأيضا نشبع هذا الموضوع من جوانب وزوايا فقهية، خصوصا أن هذه الميليشيات تحاول أن تتكئ ربما على تفسير خاطئ لآيات من القرآن الكريم أو على تفسيرات خاطئة أيضا من الإرث الفقهي الموجود. شكرا جزيلا معالي الوزير. وأعود إلى الكاتب والباحث السياسي الأستاذ زايد جابر وكيل وزارة الثقافة. أستاذ زايد، بين يدي هذا نص هذا القانون لو لاحظنا سويا كيف أنهم وزعوا هذه الأموال إلى من سموهم بني هاشم، يعني السهم الثاني سهم الرسول لولي الأمر ويقصدون به عبد الملك الحوثي، السهم الثالث لذوي القربى من بني هاشم، السهم الرابع يصرف لليتامى من بني هاشم ومن عموم المسلمين، يصرف للمساكين من بني هاشم، يصرف لابن السبيل من بني هاشم. ما هذه العنصرية وكيف تثير الأحقاد بين أبناء المجتمع، ومن سيسمح لنفسه أن يعطي أو سيعطيهم هذه الأموال يعني يتقووا بها على حساب بقية المواطنين؟ هذه للأسف هذا هو الإرث الهادوي أو الزيدي كما يسموه، لنسمي الأشياء بمسمياتها. هذا ما نص عليه المذهب الزيدي الهادوي،
يعني مذهب الهادي والأئمة من بعدها الذين يطلقون على أنفسهم الزيدية، هذا ما نصوا عليه في كتبهم، وهو أمر لا يعني اليمنيين من قريب أو من بعيد، هذا مذهب عنصري وسلالة عنصرية أرادت أن تفرض على الناس يعني رؤاها المذهبية. ولهذا كان الزبيري رحمه الله دقيقا وهو يتحدث عن الإمامة وخطرها على وحدة اليمن. هذه الفكرة هي فكرة مدمرة للوحدة والنسيج الاجتماعي اليمني، ولهذا يعني الرفض لها يعني لم يكن رفضا يعني عنصرية مضادة، وإنما هو رفضا للعنصرية إلى رحاب المساواة. ولهذا الزبيري رحمه الله يقول في قصيدة له: أرضنا تلعن الطغاة الأولى سادوا علينا بالفرقة المذهبية، هذه التفكير المذهبي، أرضنا حميرية العرق ليست أرض زيدية ولا شافعية، نحن لسنا معنيين إن كان هناك بالمذهب الزيدي أو الشافعي بعض ما ورد في هذه المذاهب، لسنا متعبدين بها. ويعني يقول أرضنا حميرية العرق ليست أرض زيدية أو شافعية، وبنو هاشم عروق كريمات لنا من جذورنا اليعربية، إنهم إخوة لنا غير أسياد علينا في عنصر أو مزية، فالمزايا في الشعب للبعض دون البعض، ثم الأخوة القومية، وعدو الجميع من يحكم الشعب باسم القداسة العائلية، برئت منه هاشم واقشعرت من خلاياه النطفة العربية، نحن أولى بالله، نحن أدنى لله من كل جبار وأولى بالشرعة النبوية. نعم، موقفنا الداعي إلى المساواة هو أدنى لله وأولى بالشرعة النبوية. ولهذا أنا أقول يعني وأوجه من خلال قناتكم الكريمة إلى علماء اليمن، وأقصد بذلك المعارضين للحوثي والمشردين منه والذين متواجدين الكثير منهم اليوم بالمملكة العربية السعودية، سواء كانوا بجمعية علماء اليمن أو كانوا بما سمي لهم بالمنسقية والذي هم من كل المكونات الدعوية باليمن، أناشدهم أن يكون لهم موقف تجاه هذا التأصيل العنصري. لا أقول البيان أو ما يقوله بعضهم محاولا أن يتهرب، الحوثي غير شرعي وما صدر عنه غير شرعي، نعم هو كذلك، هو غير شرعي وهو انقلابي، وهو حتى لو طبق القوانين الموجودة، حتى لو أخذ الزكاة وأعطاها للفقراء والمساكين فهو غير شرعي، حتى لو حكم بالشريعة هو غير شرعي، لأنه كل ما صدر منه هو غير شرعي. لكننا نريد، وهؤلاء يتكئون على الدين، نريد منهم براءة للذمة أن يتكلموا عن هذه العنصرية التي تحاول أن تتكئ، بل وهناك اتهامات لهم أنهم كانوا مؤيدين لذلك. لهذا نطلب منهم أن يكون لهم موقف، لا نقول أن الشعب اليمني لن يتحرك إلا بموقفهم، هذا محال. الشعب اليمني عرف طريقه، وهو اليوم يقدم التضحيات وعشرات الآلاف من الضحايا، وقد فعلها بالسابق وأسقط كهانة بيت حميد الدين، وسيسقط بيت بدر الدين، وكل من يفكر أنه أعلى من هذا الشعب ليسوا بحاجة إلى فتوى. ولكن نقول بما أن الله أخذ عليهم عهدا أن يبينوا للناس دفاعا عن هذا الدين ودفاعا عن نبيه الكريم الذي يشوهه هؤلاء، والذين جعلوا أجر دعوته أن يجعل لهذه السلالة هذه الامتيازات. يا أخي الكريم، إنك لو تحدثت اليوم عند أنصار أو أتباع أي شيخ من مشايخ اليمن الذين شاركوا بثور سبتمبر، وقلت إنما شارك هذا الشيخ من أجل قبيلته، يعني لزعل منك وقال إنك تنتقص من قدره. أما لو قلت أنه إنما شارك من أجل بيته أو ذريته أو أسرته الصغيرة لربما ضاربك، أنك بهذا تنتقص أنه لم يشارك من أجل الوطن، فما بالك بهذا النبي الذي يقول الله أنه أرسله رحمة للعالمين، وهؤلاء يقولون جدنا إنما أرسل من أجل أن يرسخ لنا هذا الملك. أي عقل وأي دين سيقبل أن الله ألزم الشعب اليمني أن يخرج 5 ثرواته لحسن زيد وعبد الملك الحوثي والمداني وبيت العماد؟ هذا جنون، هذه إساءة للإسلام. نحن نطالبهم ونطالب علماء المسلمين الآخرين أن يكون لهم موقف فقط دفاعا عن الدين. ونود أن نؤكد أن هناك موجة، يعني لا نستطيع أن نقول موجة، وإنما بدأت تتكاثر، أفراد وشباب وآخرين بدأوا يهاجمون الإسلام علانية ويخرجون منه، ويتحمل هؤلاء هذه المسؤولية. لماذا؟ لو كان الحوثي فقط لقلنا هذا دجال وكذاب، وهو كذلك بالفعل كذاب ودجال
ويزور الدين كما يقول، لكن عندما يأتي من خصومه من يتمالؤون ويطرحون مثل هذه الأفكار العنصرية، يا أخي شباب اليوم ليس لديهم الوقت الكافي وليس لديهم ومعهم ما يشغلهم سواء من وسائل التواصل الاجتماعي أو ضنك المعيشة أو الدراسة، لا يجد الوقت وليس لديها القدرة أن يقوم ويبحث ويدخل إلى ما قاله علماء التراث والعلماء المسلمين والمذاهب وغيرها، كلما في الأمر أنه يرى هؤلاء الدجالين يقولون نحن خير منكم والله أوصى أن تدفعوا خمسة أموالكم لنا، فيأتي من خصومهم المشردين وبعضهم ممن نسف الحوثي بيته فيقول نعم الله ألزمنا أن نحب هؤلاء وأن نعطيهم حبا لكن دون غلو وأن نخرج لهم الخمس لأن الزكاة أوساخ الناس وهذه الأوساخ تكون لليمنيين وليس لأصحاب النسب المقدس. فإذا ارتد الناس وقالوا هذا الدين لا يعنينا وهذا دين عنصري قالوا هذه كفر وردة. طيب ماذا تريدون؟ وهل هناك إنسان لديه عقل يمكن أن يقبل الدين بهذه الصورة التي تقدموها؟ لقد قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله بعد رحلة طويلة من الدعوة لقد وجدت أن نصف أسباب الكفر في العالم يقع وزره على عاتق متدينين نفروا خلق الله من دين الله. أما أنا فأقول إن 90% من حالات السخط والردة والسخرية التي وصلت يعني بعلي بن أبي طالب وبالنبي وبالإسلام وبالنصوص وما هو موجود في اليمن وما سيوجد يتحمل وزر 90% منها هؤلاء الذين أظهروا الإسلام وقدموه نعم. على أنه عنصري والذين يسكتون عن هذه العنصرية. سأستكمل معك الفكرة. نطالب هؤلاء ونناشدهم إذا لم يكن لهم موقف الآن متى سيكون لهم موقف؟ نريد منهم موقف ينسف هذه الخرافة. يا أخي إذا كان صحابة يعني الخلفاء الراشدين الأربعة قالوا الخمس انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أيضا، هنا إجماع للخلفاء الراشدين، يأتون اليوم بعد 1400 سنة ليبعثوا هذا الخمس المعدوم، حتى الخمس البقية حق يعني في المعارك، حتى لو نحن نخوض معركة مع يعني مع معتدين غير مسلمين وكفار وحصلنا على غنائم ليست للناس ولم يعد يعني توزيعها حتى للجنود، هذه تأخذها الدولة لأن الآن الجنود أصبحوا يستلمون مرتبات، هذه قضية تجاوزها الزمن. طيب سأستكمل هذه الفكرة معك أستاذ زايد جابر، اسمح لي. الإمام الأكبر والأعظم وأول الفقهاء قال إنما النبي تورع ومنع منها أقاربه لأنهم كانوا يتهافتون بعضهم يريد أن يولي على الزكاة، فقال لا نعطيكم هذا الأمر حتى لا يتهم، قالوا الله قال ويلمزونك في الصدقات تعففا وحتى لا يقال أنه يعطي أقاربه، فبعد موته انتهت العلة. ما دخل هؤلاء الدجالين سواء صح نسبهم أم لم يصح؟ لسنا ملزمين أن نفتش عن أنساب الناس، هذه اليمن كغيرها من البلدان جاءوها الهاشميين وجاءها الأتراك والأكراد والمصريين والهنود والصومال والبنغال والباكستانيين ومن كل الأجناس. لا أريد أن أقاطعك أستاذ زايد جابر، فقط مضطرين نخرج إلى فاصل قصير في منتصف هذه الحلقة، سنعود ونكمل حوارنا سويا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير عدنا لنكمل حلقتنا وحوارنا مع ضيفنا عبر سكايب الأستاذ زايد جابر الكاتب والباحث والمحلل السياسي وكيل وزارة الثقافة. أستاذ زايد، استكمالا للنقطة التي كنت قد أثرتها وهي متعلقة تماما يعني الخلفية التي بانت عليها الميليشيات الحوثية مثل هذه القوانين وهي محاولتهم الاتكاء على نصوص من القرآن الكريم وتفسيره بالطريقة التي توافق أهواءهم أو بعضا من الأحاديث التي يحاولون أيضا أن يوظفوها بالطريقة التي تمكنهم من سلب ونهب أموال الناس. إن كان الشيخ محمد عيضة شبيبة وكيل وزارة الأوقاف جاهزا دعنا نأخذه أولا أستاذ زايد وسأستكمل معك. شيخ محمد عيضة شبيبة أهلا وسهلا بك. مرحبا، أهلا وسهلا وبالمشاهدين الكرام. تحية لك شيخ محمد، ونحن اليوم نتحدث عن الخمس، عنصرية حوثية ووسيلة جديدة لسرقة أموال المواطنين، تابعتها ويعني تابعت كيف أقروا هذا القانون والذي يمكنهم من أخذ 20% من كل الثروات التي يمكن أن تخرج سواء من باطن الأرض أو من البحار أو من السماء أو من غيرها،
ويذهبون به إلى من سموه في كل هذه الأسهم بنو هاشم. بما تعلق على مثل هذه مثل هذا القانون من زوايا عنصرية وشرعية؟ أخي العزيز، كما يقال من المعضلات توضيح الواضحات. الإسلام أتى يعصم أموالنا ودماءنا وأعراضنا، وهؤلاء هتكوا هذه الأمور الثلاثة كلها، ويريدون باسم الإسلام، باسم الدين، باسم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذوا أموال اليمنيين ويضفون على هذا النهب وهذه السرقة وهذه اللصوصية أدلة، ويضفون عليها شرعية. وممن شرعية؟ من دين الله، تدليسا وكذبا من عند أنفسهم. هذه جريمة، وجريمة ليست كالجرائم، هي من أخطر الجرائم. حينما نأتي وباسم الإسلام وباسم نبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان من آخر كلامه قبل أن يغادر الدنيا إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وهؤلاء يأتون في مثل يعني بمثل هذه الجريمة، ويريدون أن يأخذوا أموال اليمنيين باسم الله وباسم الرسول صلى الله عليه وسلم وباسم الإسلام، يأخذون من أموالنا الخمس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: وأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة. زكاة، ما في هذا الكلام الذي يقولونه الآن، زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا هو الدين، هذا هو الشرع. أما الخمس الذي يريدونه بحجة أنهم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، بالله عليك يا أخ مختار، والحديث لك وللمستمع الكريم والمشاهد الكريم، بعد 1400 سنة يأتي إنسان من ضحيان ولا من رحبان ولا من مران ويقول أنا قريب النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعد 1400 سنة القرابة تنقطع، يعني القرابة هي تكون إذا طولت 100 سنة، لكن 100 وبعدها 100 سنة وبعدها 500 سنة وبعدها 1000 سنة وبعدها 1000 وأكثر من 1400 سنة، ثم يأتي هذا الدعي الكذاب ويقول أنا قريب النبي عليه الصلاة والسلام. ما هذا الهزال؟ ما هذا الضحك؟ وإذا كان قريب النبي عليه الصلاة والسلام، لنفرض جدلا أنه قريب النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن القرابة لا يمكن أن تكون بعد 1400 سنة، لكن لنفرض أنه قريب النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنا لا نورث ما تركناه صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان يربط على بطنه الحجر، والدنيا تأتي بين يديه فيقسمها للفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة والعوز والفقر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول قل لا أسألكم عليه من أجر. وهؤلاء يريدون أن يسخروا النبي عليه الصلاة والسلام لهم، يسخروا الدين لهم، يسخروا أموال المسلمين لهم، يريدون أن يكونوا يعني برجوازيين من أموالنا، من عرقنا، من جهدنا. أي عنصرية هذه؟ ما يعني عنصرية ليس لها مثيل، يعني سرقة ليس لها مثيل، لصوصية ليس لها مثيل، لأنها باسم الإسلام يعني يتمسحون. حاش الإسلام وحاش الرسول. هم يتكئون على بعض الآيات التي ورد فيها الخمس وبعض الأحاديث. يا أخي مختار الله يحفظك، الآية التي ورد فيها الخمس هي حينما يكون هناك للمسلمين دولة ووقع بين المسلمين وغيرهم من الكفار حرب، فحصلت هناك غنائم، هذه الغنائم توزع بين الفقراء والمساكين، ولحاكم المسلمين حينها أن يأخذ من هذا من هذه الأموال ليغطي نفقاته الخاصة. هذا الذي يعني فهمه حتى الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان، ما كانوا يعطوهم شيئا وهم قرابة النبي في ذلك الوقت، وهم قرابة حقيقية للنبي، لم يعطوهم شيئا. وأبو بكر لم يفعل هذا، وعمر لم يفعل هذا، وعلي لم يفعل، حتى علي نفسه لم يفعل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. يعني لا هو دين الخلفاء الراشدين
ولا هو منهج المسلمين، وهو لا يتعلق بأموال المسلمين، الخمس لا يتعلق بأموال المسلمين، يتعلق بأموال الكفار وفي أثناء الحرب والغنيمة. فلا أدري يعني كيف يمكن أن نقول، لا يمكن، مستحيل أن نقول أن هذا أنهم يتمسكون بآيات أو بأحاديث. ليس لهم آيات وليس لهم أحاديث، ولا يتبعون هدي ولا قرآن ولا سنة. هذا فقههم العنصري الخاص بهم، فقههم السياسي الخاص بهم، الذي لا يمكن أبدا أن يمت إلى الإسلام بصلة. الشيخ محمد عضة شبيبة، وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد، شاركتنا هذا الحوار. شكرا جزيلا لك شيخ محمد على مشاركتك لنا وكل هذه الإيضاحات. وأعود إلى الباحث والمحلل السياسي الكاتب زايد جابر، وكيل وزارة الثقافة. سيد زايد، الآية القرآنية تقول: واعلموا أن ما غنمتم من غنيمة فإن لله خمسه. هذه ربما هي التي جعلهم يسنون مثل هذا الحديث، الخمس، فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخر الآية. أشرت ربما إلى جزء منها بأن هذا في الحروب، والأمر الآخر يعني كيف يعني توزعون هذه لأسرتكم اليوم، والقرابة قد يعني قرابة الرسول كانت في أيامه. ماذا تريد أن تقول أيضا في هذا النقطة؟ أعتقد الشيخ محمد عيضة قد تحدث عن الموضوع، وربما أيضا الدكتور أحمد عطية. يعني هي الآية آية يعني حول الغنائم في تلك الفترة. أولا يجب أن نفهم أنه الذين كانوا يقاتلون في صفوف المسلمين لم يكونوا، خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا جيش رسمي مع راتب مع كذا، مع كان هناك حروب، وأيضا هي حروب دفاعية. حتى الحروب التي خاضها النبي لم تكن، كان يعني وإن سميت غزوات لكنه لم تكن لفرض الدين، من أجل أن لا يفهم البعض وكأن المسلمين الآن ملزمين يحاربوا خلق الله من أجل أن يسلموا. هذا وهم وكذب. الإسلام وسيلته الدعوة والموعظة الحسنة. كانوا يدافعون ويقاتلون، وكان هناك غنائم. هذه الغنائم توزع للمقاتلين 4 أخماس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ خمس، وكان يقول لهم: ليس لي من أموالكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. كان الخمس هذا يزيد يوزع للمسلمين، ويعطي في نصيب الله أذن له بنصيب منها ولأقاربه، لأنهم منعهم النبي من الزكاة كما قلنا، ليس لتشريفا كما جاء الفقه العنصري ليقول، وإنما منعهم منها تعففا، وحتى لا يقال أنه يستغل دعوته ودينه من أجل أقاربه. ولهذا جاءوا قالوا: ولنا عليها نصيب ما نصيب من الناس. جاءه العباس والحارث فمنعهم، وأخذ يعني كما في الأحاديث أنه رأى الحسين يأخذ من تمر من الصدقة، فقال له: لا تحل لنا، أي لا تحل له هو النبي وأقاربه، تعففا منها، وأخذ من هذه الأموال وأعطى أقاربه. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمين يعني مع أبي بكر تداولوا في الموضوع هذا، سهم الله ورسوله وذي القربى، أجمعوا رأيهم على أن يؤخذ لبيت المال لأنه ليس وراثة، وبقية يعني خلاص. وقضية الزكاة التي منعها النبي في عهده سقط المبرر أيضا بعد وفاة النبي، والفقير منهم يأخذ كما يأخذ غيره. وبهذا قال الإمام أبو حنيفة يعني وهو أول الفقهاء، فكرة أنهم ممنوعين من الصدقات هذه فكرة باطلة أصلا. نعم، وقلت يعني ما الذي حدث؟ تخيل أنه أبو بكر وعمر وعثمان، ربما بعض بني هاشم يعني كانوا يودون أن تستمر، كما في قضية المؤلفة قلوبهم، كان يعطي أبو سفيان وغيره، ولما جاء عمر جاءوا يقولوا: لا، قال ما نحتاج، خلاص قد أعز الله الإسلام، ولو أخذوا مثلهم لقلنا إن ذريتهم إلى اليوم تستلم المؤلفة قلوبهم. جاءوا إلى علي قالوا يعني بالخمس، قال: لا أرى لكم شيئا. فحدث إجماع، هنا انتهى الموضوع. طيب، تأخذ لبيت المال. أنا أقول فكرة الخمس كلها اليوم أصبحت ملغية. لماذا؟ حتى في الحروب، مش لأنه ما فيش حروب، حتى لو حدث حروب، الآن عندما تحدث حرب وهناك غنائم تأخذها الدولة ويأخذها قيادة الجيش، إذا رأوا أن يوزعوا يعني كمكافآت للجنود فليكن، ما لم ليسوا ملزمين، لأن الجنود أصبحوا يستلمون رواتب وأصبحت مؤسسات، فالمسألة انتهت تماما. أما قضية خمس المكان، وطبعا قضية يعني تخيل مثلاً على تفسيرهم أنها لأقارب النبي، يعني يقولون آل علي وآل عقيل وآل العباس. يا أخي الكريم، هذه الآية التي نزلت يعني متى نزلت؟ بعد معركة بدر،
وما اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ذي القربى. معركة بدر من الذي جهز جيش المشركين فيها؟ كانوا اقارب النبي، كان فيها الحارث ابن عبد المطلب والعباس ابن عبد المطلب وعقيل ابن ابي طالب، هؤلاء جهزوا الجيش للقضاء على المسلمين وجهزوا جيش المشركين واستشهد من استشهد. تخيل بعد هذه المعركة ان الله ينزل لهم آية يقول ايها المسلمون اعطوا ذرية من حاربكم خمسا الى يوم الدين. يا اخي هذه قضايا والله لو طرحت لما دخل في الإسلام أحد. كانوا يقولون للنبي ويتهمونه يعني وهو بعيد عنها تماما، فما بالك هل سيقول اعطوا لهؤلاء الكفار كانوا لم يسلموا بعد اعطوا ذريتهم إلى يوم الدين خمسا لأنهم لا يأخذون يعني هذه التي هي أوساخ الناس. هذا كله تراث عنصري يجب أن إذا لم يكن للعلماء دور. أنا أناشدهم ليس فقط من أجل اليمن، كما قلت لك اليمنيين اليوم لم يعودوا منتظرين فتوى، والواقع أكبر من ذلك بكثير، ولنا من أرثنا وتراثنا وتاريخنا ورموزنا الكبار من الهمداني ونشوان الحميري إلى الزبيري والنعمان وغيرهم ما يغنينا عن كل هؤلاء العلماء الموجودين. لكن إن كانوا يرون أنهم دعاة وأن من مهمتهم الدفاع عن صورة الإسلام ومن أجل يعني أن لا يكونوا فتنة للذين آمنوا، فهذه مسؤوليتهم أمام الله وسيسألهم الله عنها للدفاع عن الإسلام لا أكثر. أما اليمنيون فسيعرفون كيف يدافعون عن أنفسهم وينتزعون حقوقهم. لك أن تتخيل أستاذ زايد ما معنى أن يأخذون الخمس، أن يطلبوا الخمس لأنفسهم من النفط والغاز؟ يعني بمعنى هناك دول اليوم، هذه الدول تعتبر دول غنية ومن أغنى الدول لأنها امتلكت النفط وامتلكت الغاز وتصدره بكميات كبيرة. أن تأتي مثل هذه الفكرة لتقتطع مثلا يعني جزء من أو الخمس من مردود النفط والغاز وتذهب به إلى سلالة معينة وأسرة معينة، أي تمييز طبقي تصنع في داخل المجتمع؟ ومع ذلك ومع هذه النقطة يعني اليمنيون اليوم معرضون لعملية سلب ونهب وسرقة لأموالهم بمسمى جديد وبلباس وعمامة جديدة تحمل مسمى الخمس ومصطلح يعني مستمد من القرآن لا صلة له على أرض الواقع بالممارسات الإسلامية، كما أنها مسيرة قرآنية ولا علاقة لها بالمسيرة القرآنية. لماذا على اليمنيين اليوم أن يرفضوا مثل هذه الأفكار سواء كمعلومات وفكرة أو ممارسة على أرض الواقع؟ الحقيقة هؤلاء يعني طمعهم لا يقتصر على اليمن، هم يرون لهم حقا في ثروات العالم الإسلامي كله. كان من قدر اليمنيين أن يأتي هذا الفكر السلالي العنصري ويواجهوه في اليمن، ولو علم المسلمون في العالم بخطورة هذه الإمامة الهادوية وما جنته على اليمن وأفكارها الحقيقية لا شكروا اليمنيين أنهم تصدوا لهذا الفكر الذي هادي ابن الحسين الرسي عندما جاء إلى اليمن لم يكن يطمح باليمن وحدها، كان يريدهم جنودا ليغزو العالم الإسلامي ويسقط الخلافة، لكنه سقط وغرق هو وذريته في صعدة لأكثر من 780 عاما لم يتجاوز صعدة. لو علموا ما هو الشر الذي يعني صدته اليمنيون عنهم لكان لهم موقفا آخر. هؤلاء تاريخ الإمامة الذي يعيده الحوثيون بحذافيره ليس فقط الخمس، يا أخي قلت لك الزكاة نفسها للإمام الهادي فتاوى واضحة وصريحة أن للإمام منهم أن يتصرف ببرود الزكاة كاملا، بل الأوقاف فتاوى عبد الله بن حمزة أن أوقاف المساجد وغيرها من الأوقاف للإمام الحق أن يغير الوقت بما لما يسميها الجهاد، وهو جهاد ضد اليمنيين طبعا، لأن الهادوية منذ يحيى بن الحسين الرسي إلى اليوم لم يقاتلوا سوى اليمنيين، لا علاقة لهم بغيرهم أصلا، ولم يخرجوا من اليمن، وقد قضي على هذا الفكر العنصري في كل أنحاء العالم الإسلامي سوى في اليمن لأسباب ليس مجال الحديث عنها الآن. يعني إذن الزكاة كلها أخذوها هم، الخمس أصبح لهم، حتى يعني النذور كان الإمام يحيى وقد بيده كل شيء، من أراد يعني يشيع في الناس، من أراد البركة، من أراد أن يشفي ابنه يأتوا له حتى
بالسم والعسل، ويأتي يعني النذر، يتلقى النذر من كل مكان. وكان الناس في الحرب العالمية الأولى كانوا يتساقطون من الجوع في 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 صنعاء أمام عينيه، وبيت المال مليء بمخازن الحبوب، فيقال له يعني لو يعني هذه الكدم التي تعملوها للجيش لو زيتم شوية وأعطيتم كل واحد في اليوم يعني علشان تقيهم الموت جوعا كدمة واحدة ولا ثنتين. قال لا يكفي الخلق إلا الخالق، وقال مقولته المشهورة: من عاش فهو عتيق ومن مات فهو شهيد. ومع ذلك هذا الإمام الطاغية الجبار الذي أخذ كل شيء والذي كان من أسباب الثورة عليه أنه ثروات اليمنيين، يقول وهو أدرى بأئمته وأجداده وآبائه: والله أنكم لن تجدوا أعدل مني منذ الإمام علي بن أبي طالب إلى اليوم. وقد صدق بالنسبة يقصد أئمة الزيدية أنه الأعدل بعد علي بن أبي طالب. وإذا وهذه وإن كان أراد أن يمدح بها نفسه، لكنها الحقيقة مقارنة، فهذا الطاغية وهذا النظام الوحشي وهذا النظام البائس والرجعي هو قمة ذروة هذه الإمامة التي يقدسوها هذا الهادي الذي رسخ لكل هذا، بل قال من حقه أن يفرض الثلث على الناس، وكان يجيز غنائم حتى غير المقاتلين. قال من حق الإمام أن لمن وقف بالحياد أن ينهب ماله وأن يدمر بيته، وكان يقطع الزروع وعمل في صعد الفعائل، ولما قيل له في ذلك قال لقد قطع النبي زروع بني النظير. هذا الإمام الذي للأسف لا زال منهج كتاب التربية الوطنية التاريخ للصف الخامس الابتدائي، لا أقول في مناطق الحوثيين وإنما في مناطق الشرعية، يقول أن الهادي أقام العدل في صعدة، وهذه عيب، وهذه هذا عيب في حق الجمهورية وعيب في حق النظام الجمهوري، أن ندرس أبناءنا ونحن الذين نخوض حربا مدمرة خلال أكثر هذه السنوات الخمس وما قبلها، وقدمنا مئات الآلاف من الشهداء، ثم نقول للناس أن الإمام الهادي عليه السلام أقام العدل. الإمام الهادي أقام العدل في صعدة، هكذا مكتوب في كتاب المنهج المطبوع سنة 2020. يا أخي هناك أشياء، والمطهر بن شرف الدين لا زال يقدم على أنه بطل وأنه بطل التحرير، وهو الذي أسقط هو ووالده دولة عامر بن عبد الوهاب، واستعانوا بالمصريين بل واستعانوا بالأتراك ضد بعضهم بعضا، وقتل اليمنيين ونهب أموالهم وفعلوا هذه الجرائم عودة فقط إلى التاريخ الحوثي يعيدها فقط. هذه موجودة في كتبهم وفي تراثهم وحتى في الكتب الفقهية، أن لأن لهم حق من كل شيء، ولهذا ما كانوا يعملون. تصور أنهم بعدما سيطروا على صعدة، الأوقاف، الأراضي، البيوت التي عمروا فيها الناس منذ 50 سنة عادوا لهم وقالوا يعني أنهم أخذوها بثمن بخس وأخذوا ثمنها بثمن رجعي. اليوم يحدثنا أناس من داخل صنعاء أنهم جاءوا إلى التجار ويعني أخذوا كشوفات العشرات السنوات الماضية منذ ما بعد قيام الثورة، ويعني الذين كان لديهم إعفاءات ضريبية والذين لم يكونوا يدفعون الزكاة، وكان هناك تسامح أن يخرجها يعني التاجر أو صاحب رؤوس المال بنفسه، الآن يحملوهم بأثر رجعي لأنه يجب عليه أن يدفع الآن الزكاة لهم. والدجال هم الأكبر عبد الملك تحدث في أحاديث في رمضان ويقول على الناس أن يخرجوها بطوع أنفسهم بدلا من أن نأخذها بالقوة. الإمامة ليست سوى مشروع جباية، هذه باختصار شديد. هم يرون أن الإمامة حقا لهم لأنه هذا حق إلهي، هم ليسوا ملزمين أن يقدموا للناس شيئا. ولهذا عد إلى التاريخ، عد إلى حكم يعني الأسرة القاسمية وهي التي استمرت يعني أكثر من 200 سنة، والبقية الذين ماذا خلفوا من الأرض؟ بل أن المساجد التي كانت في صنعاء عشرات منها انتهت وأصبحت منازل لهم، وهذا ذكرها القاضي علي أبو الرجال قضى يعني القاضي الحجري في كتابه مساجد صنعاء. حولوها وحولوا حجارها، عمروا بها الطيرمانات المساجد، فما بالك بما سواها. قال الزبيري رحمه الله: لو أننا جمعنا أئمة الزيدية من أولهم إلى آخرهم ما ساووا ظفيرة لأغوى بنت أحمد. كل الذين حكموا اليمن من خارج هذه السلالة العنصرية، ونحن عندما نقول العنصرية يجب أن يفهم الناس، يقولون تستهدفون بني هاشم، لا يا أخي، هم في الدقيقة الأخيرة أستاذ تحت
ليس بني هاشم، لكن كما يعني كان حسان بن ثابت يهجو قريشا، والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر والمهاجرين هم من قريش، لكنهم يقصدون ان المقصود بهجو قريش هي قريش العنصريه. ونحن كذلك عندما نتحدث عن السلاله العنصريه او الهاشميه انما نقصد من يرى لنفسه حقا، من يعيش على هذه الأرض. لعلنا أستاذ زايد أيضا نفرد العديد من الحلقات حول هذا الموضوع، لأن الميليشيات الحوثية فعلا، معذرة أستاذ زايد على المقاطعة، الميليشيات أبرزت وأظهرت وجهها الأقبح من خلال مثل هذه القوانين ومحاولة سنها لسرقة أموال اليمنيين. وسيستمر الحديث والكتابة و حتى القتال ضد هذه الميليشيات حتى تسقط وتسقط عنصريتها وتسقط كل هذه القوانين التي تسنها لسرقة ونهب أموال الناس، وتترك اليمنيين وشأنهم يقيمون دولتهم ويعني يحكمون بجمهوريتهم. أشكرك جزيل الشكر، وقد تجاوزنا الوقت المخصص، لكن حديثك لا يمل. أستاذ زايد جابر، الباحث والمحلل السياسي ووكيل وزارة الثقافة، شكرا لدخولك معنا وكل هذه الإيضاحات التي وجهتها لنا ولمتابعينا. شكرا أستاذ زايد، شكرا لضيوفي الذين كانوا معي في حلقة اليوم، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.